بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم رمضان القيم. اليوم حلقتنا إن شاء الله مع ضيفنا الفاضل الشيخ ماجد مسلم الشمري، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، وحديثنا في هذه الحلقة بعنوان كيف نشكر نعمة رمضان، وهو بلا شك يحتاج إلى شكر عظيم من الله سبحانه وتعالى. حياكم الله شيخ ماجد وسعداء بلقائك. الله يحييك أخي حواس، ومرحبا بك ومرحبا بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله. شيخ ماجد، عنوان حلقتنا اليوم كيف نشكر نعمة رمضان، وهو بلا شك يعني نعمة يعني لا توصف بعظمتها وأجرها العظيم. لذلك ودنا نتعرف يعني كيف نشكر هذه النعمة العظيمة، ولو حتى يعني فيما تبقى من أيام فضيلة في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله على أن بلغنا شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر التوبة والرضوان، شهر العتق من النيران، الشهر الذي تتنزل فيه الرحمات وتعظم فيه الحسنات، الشهر التي تغفر فيه الذنوب والزلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا شك إن من أعظم النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده أن يبلغهم مواسم الخيرات وأيام الطاعات، ومن هذه المواسم هذا الموسم العظيم وهو شهر رمضان، وهي تجارة عظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا هو الخير إن كنتم تعلمون. فبلوغ شهر رمضان لا شك إنه من أعظم مواسم الطاعات والخيرات التي ينبغي على المؤمن أن يغتنمها بالطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات كما تقدم بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين في آخر آيات الصيام التي ذكرت في سورة البقرة قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني تكبر الله سبحانه وتعالى على أن هداك أن صمت شهر رمضان، على أن هداك قمت رمضان، على أن هداك يعني يوفقها لقيام كذلك ليلة القدر، فتشكر الله سبحانه وتعالى على أن بلغك هذا الوقت العظيم الذي يعني فيه من الغفران الشيء العظيم. ولهذا كان السلف عليهم رضوان الله كانوا يبشر بعضهم بعضا في يعني بمجرد ما يقدم رمضان ويقترب من أيامهم، يعني يبشر بعضهم بعضا في هذا الموسم العظيم. كيف لا يبشر بعضهم بعضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، فكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان، يبشر أصحابه يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، وكذلك فتح فيه أبواب السماء وغلقت فيه أبواب الجحيم، وكذلك تغل فيه مردة الشياطين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة هي خير من ألف شهر. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه يوم، ما قال فيه أيام، إنما قال فيه ليلة، يعني جزء من يوم من المغرب إلى الفجر. نعم، هذه الليلة. ولهذا يعني ما هو مأمور المؤمن أن يقوم هذه الليلة كلها، لا، سيقوم منها جزء يسير. ومع هذا النبي، نعم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من ألف شهر، خير من أعمال ألف شهر. هنا لطيفة ويذكرها بعض أهل العلم، وهي إن هذه الليلة فرضها الله سبحانه وتعالى ويعني منحها لأمة محمد، لأن أمة محمد أعمارها قصيرة والأمم من قبلنا كانت أعمارها طويلة، ففيها من الطاعات، ولهذا أعمار أمة محمد قصيرة، فمن الله سبحانه وتعالى أن أعطاهم هذه الليلة بعمل ألف شهر. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بإغلاق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت تقل فيه الشياطين؟ فأي زمان
يشابه هذا الزمن. يعني هذا زمان عظيم، فأي زمان يشابه هذا الزمان؟ فمن أدرك يعني هذه الأمور وأدرك عظم شهر رمضان ووقت رمضان ولحظات رمضان، هنا يحث المؤمن على أنه يغتنم كل لحظة من لحظات رمضان. نعم فعلا، يعني شيخ ما جزاك الله خير على يعني ختام هذا الحديث عن يعني هذا الشكر، أنك ذكرت أن المؤمن يجب عليه أن يغتنم كل لحظة من لحظات هذا الشهر، ونحن الآن يعني نعيش في هذه العشر الأواخر وهذه الليالي المباركة. فعلا الإنسان يجب عليه، يعني الإنسان العاقل بلا شك، الفطن المدرك، أن يغتنم كل لحظة وكل دقيقة. ذكرت قبل قليل من ليالي هذا الشهر، نقول اليوم كله، ويجب أن الإنسان يغتنم كل يومه وكل وقت، لكن على الأقل اغتنم يعني الليلة بعد صلاة المغرب، ادخل في مصلاك، اقرأ القرآن، ادعو الله سبحانه وتعالى إلى الفجر ما استطعت في ذلك سبيلا. لذلك شيخ ماجد، أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة في هذا الشهر الفضيل. أبواب الخير في هذا الشهر المبارك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وأعظم ما قال فيها عليه الصلاة والسلام، قال: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أعظم ما يسعى إليه المؤمن. صحيح. يعني إحنا هذا اللي نسعى له في الحياة الدنيا. صحيح. أن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك ويدخلك الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم من ذنبه. ومن أبواب الخير كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خيرات عظيمة. فعندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم فقط إنك تقوم فيغفر الله جل وعلا لك ذنبك، وتصوم فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك، وهذه الأعمال يسيرة، وانظر إلى المترتب عليها من الأجور العظيمة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من فاته يعني استحضار النية في الأولى، وفاته الاستحضار النية في الآخرة، فلا يفوته استحضار النية في الأخيرة. أبواب خير كبيرة، فأبواب يعني عظيمة. فعلى المؤمن أن يغتنم هذه الأمور. ومن أبواب الخير الصدقات والنفقات، وأن يسعى على أن يفطر الصائمين ويعني يطعم الطعام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن تفطر الصائم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. انظر، يأخذ أجر كأجر الصائم، ومع هذا لا ينقص من أجر الصائم شيء. ولهذا يقول الزهري عليه رحمة الله، يقول: إذا دخل رمضان إنما هو قراءة قرآن وإطعام طعام. يعني يقسمون رمضان قسمين: قراءة قرآن وإطعام طعام. ما المقصود بالطعام؟ يعني إفطار كذلك الصائمين. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرن هذا القرآن مع الصيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة للعبد. فهذا أجر عظيم. صحيح. فانظر إلى هذا الباب العظيم، وهو تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، وانظر المترتب عليه يوم القيامة كيف يشفع لك هذا الصيام وهذا القرآن. فأبواب الخير عظيمة كثيرة، ومنها اللحظات التي نعيشها نحن هذه الأيام، وهي العشر الأواخر من رمضان. أنا لا أريد أن أقول لا يفوتك يوم، أنا أريد أن أقول لا يعني لا تفوتك ساعة، لحظة من لحظات رمضان، لا تفوتك لحظة من لحظات العشر الأواخر. إن كنت قد تهاونت في العشر الأول الوسطى، فلا يفوتك أن تجتهد في هذه الأيام العشر الأواخر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره. وهذه كناية أو كناية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في لحظات العشر الأواخر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف، ومعنى الاعتكاف أن ينقطع عن أمور الدنيا ويعتكف لعبادة ربه، للذكر، للقرآن، إلى غيرها من الأذكار المشروعة. وكذلك من الأبواب الخير ليلة القدر الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقال: اجتهدوا على أن تتحروا هذه الليالي وليلة القدر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: تحروا ليلة القدر في أوتار من العشر الأواخر من رمضان.
في الأوتار 21 23 25 27 29 هذه الليلة التي يعني نرى المساجد تشتكي من هذه الليلة. أنا داخل يعني من ضمن الليالي. نعم. سبحان الله يعني هذه الليلة سبحان الله تفضل مساجد. لا حول ولا قوة. تبدأ الناس حاله كحال أول ليلة يعني حاله كحال نعم ليالي. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لم يميز ليلة عن ليلة، إنما قال اجتهدوا بالعشر. وهو الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة لكي يجتهد المسلمين في كل الليالي. نعم. نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغلب أهل العلم قالوا ليلة القدر 21 ومنهم من قال 27. يعني والأقوال في هذه الليالي مختلفة تنتقل كل عام. نعم هذا الكلام. ثم أن ما لماذا تبخل على يعني الإنسان لماذا يبخل على نفسه أن ينجيها من عقاب الله وأن يدخلها الجنة فقط أن يجتهد بعشر ليالي. وهالعشر ليالي يعني كم تساوي شيخ ما لو أنك أدركت فيلة القدر ولا يعني عشر ليالي أكثر من كم سنة. نعم سبحان الله شوف قيل خير يعني من ألف سنة ألف شهر قيل تقريبا 300 سنة. نعم تقريبا يعني شوف يعني عظيمة يعني عمرك كله ما يدرك هذا الأيام الله. في عشر ليالي سبحان الله. ومع هذا الإنسان يعني يفرط في ليلة 29 يظن أن الليلة قطعا أنها إيش في تاريخ أو أنه يختار ليالي معينة سبحان نعم الله. بعض الناس يجتهد فقط في ليلة 27 والليالي الباقية يعني يتركها نعم. ويهملها. إذن شيخ ماجد راح أكمل معك إن شاء الله أكثر لكن عدد الفاصل إن شاء الله تعالى. الله يحفظك. إذن فاصل وراجع لكم أحبتنا يبقوا معنا. إن من نعم الله علينا كثيرة وفواضله جسيمة، ومن ذلك ما أشار إليه سبحانه بعد فرض الصوم ونهايته: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا ختم الله أحكامه وفرض الصيام بتذكير عباده بشكره بعد الختام، فهو الذي شرع ويسر وأعان وقدر. أنت الكريم فلولا رحمة سبقت لم يعط شربة ماء جاحد عاصي، تعطي بغير حساب لا تظن ولا يغيب لطفك عن دان وعن قاصي. وجنة الخلد تعطيها لمن حملوا عبء الحقيقة في صبر وإخلاص. ومن فضل الله على عباده امتنانه عليهم بمواسم الطاعات ونهايتها وإكمالها، فالمرء قد أطاع ربه وصام فرضه وأنهى واجبه واستكمل شهره، فمن الذي أعانك وهداك ووفقك وأولاك؟ إنه مولاك. فكم محروم من الصيام نسأل الله له الهداية، وكم ممن لم يستطع الصيام كأصحاب الأمراض والآلام نسأل الله لهم الشفاء التام والأجر والعطايا الجسام. وكم ممن اختارتهم المنايا قبل شهر العطايا أو صاموا أوقاتا وأياما، نسأل الله أن يغفر لهم الذنوب ويجزل لكل العطايا. وأنت بمنه وفضله وجزيل خيره وعطائه صليت وصمت وقمت ودعيت، فاحمد الله على نعمة التوفيق على الصيام حيث أعانك على إتمام الشهر وقيامه على التمام. إن الهمة العالية والنفوس العظيمة الغالية تردد: إذا أنت لم تزد على كل نعمة قد أتاكها شكراً فلست بشاكر. وربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعض الناس يفهم من هذه الآية نعم الدنيا فقط أو يحصرها على ذلك كالمسكن والولد والمال بلا عدد، والآية شاملة لنعمة الدنيا والآخرة ولنعم الدين والدنيا الفاخرة. ولهذا شكر الله لا ينتهي مهما كان ولا ينقضي. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم رمضان القيم. حياكم الله شيخ ماجد من جديد. الله يحييك. ونتكلم في حلقة هذا اليوم عن كيف نشكر نعمة رمضان. نعم. هذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى أن بلغنا
هذه الأيام وهذه الليالي المباركة بلا شك شيخ ماجد، نحن وأحبتنا ومشاهدي الكرام. لذلك شيخ نكمل الحديث معك إن شاء الله تعالى عن أبواب الخير الكثيرة والمتعدة إن شاء الله، وكيف تكون هذه الأبواب في هذا الشهر الفضيل. نعم، هو يعني احنا قدمنا مقدمة يسيرة في مسألة أبواب الخير، ومن أبواب الخير كذلك يعني توقفنا عند ليلة القدر، وعلى الإنسان أن يجتهد في كل لحظة من لحظات العشر الأواخر ولا يعجز. أحياناً يدخل الشيطان على الإنسان يقول له أنت والله كنت مفرط في العشرة الأولى ومفرط في الثانية وفرط حتى في أول أيام العشر، فخلاص اترك. لا، لا تترك أي ساعة أي لحظة من لحظات العشر الأواخر، اجتهد فيها في الطاعات في القربات في قراءة القرآن في إطعام يعني تفطير الصائم غيرها من أبواب الخير الكثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا أجر عظيم وباب يعني عظيم في مسألة كذلك أبواب الخير. من أبواب الخير أن يؤدي الإنسان العمرة يعني في هذا الزمن المبارك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، أجر عظيم. وكذلك من يعني أبواب الخير الاعتكاف، والاعتكاف يعني هي لفظة عامة، قد يعتكف الإنسان في كل مكان، ولكن جاءت الاعتكاف في مسألة العبادة أن يعتكف في المسجد، فيعتكف وينقطع عن الناس ويكون معتكف لطاعة الرحمن. ولو ساعة شيخ مجد، الساعة تكون مرابطة، تسمى هنا مرابطة. إذا جلس بين الصلوات يعني رجل إن جلس من المغرب إلى القيام يسمى هذا مرابط، هذا جلس يعني مرابط في المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى. أما الاعتكاف أن ينقطع، خلاص يدخل، إذا دخل المغرب لا يخرج إلا المغرب اليوم الثاني، إذا دخل الفجر فإنه لا يخرج إلا الفجر اليوم الثاني، فيكون معتكف. فيعني هذه العبادة العظيمة في هذا الزمن المبارك، نحن نمر في جائحة كورونا وقد يعني تتعذر هذه العبادات، ولكن الإنسان الذي كان معتادا على الاعتكاف فلا يحزن، يكتب له الله سبحانه وتعالى اعتكافه كما كان في كل سنة. ومن كان يعني كذلك الإنسان الذي يعتمر في كل زمن مبارك في هذا الشهر المبارك وهو رمضان فلا يحزن كذلك إن لم يعتمر في هذا الزمن في يعني هالظروف هذه اللي نمر فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان عليه في السابق. فكذلك من أعظم أبواب الخير في هذا الزمن المبارك الدعاء والذكر والاستغفار، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في هذا الزمن المبارك لك دعوة مستجابة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حث وبين إن ثلاث دعوات لا ترد، وهي دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. فهذه دعوة يعني من أبواب الخير في هذا الزمن المبارك، فيجتهد الإنسان بأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. الإنسان في نهار رمضان هو في طاعة، لو حتى أقضى نهاره كله نوم، يعني يصلي الفجر ثم ينام ثم يصلي الظهر ثم ينام ثم يصلي العصر ثم ينام ثم يقوم على الفطور، هو في طاعة ما دام أن أصلى الصلوات في وقتها مع جماعها ثم قضى هذا النهار كله نوم، هو في طاعة مع أنه نائم ولكن يكون في طاعة. ولكن يبقى الليل بعد الفطر، ينبغي على الإنسان كذلك أن يستغرقه في الطاعات والقربات واستحضار النية، كذلك أن يأتي بأعمال الخير، وكذلك أن يحرص الإنسان على أن يؤدي كما قدمنا الصلوات المكتوبة مع الجماعة في وقتها، لا يفرط الإنسان فينام من بعد الفجر ولا يقوم إلا الفطور ثم يجمع الصلوات يقول والله أنا نايم يعني معذور. نقول لا، هذا تفريط، وقد فاتك أمر عظيم وقد فاتك أجر عظيم في هذه اللحظات، فعلى الإنسان أن يجتهد. وهذه من أعظم أبواب الخير أن يؤديها في هذا الزمن المبارك وهو رمضان، وكذلك أن يحافظ عليها بعد رمضان. فالصلاة في رمضان وبعد رمضان هي ركن من أركان الإسلام، بل إن أهل العلم يقولون الذي لا يصوم لا يقبل منه الصيام، الذي لا يصلي فإنه لا يقبل منه الصيام، الذي لا يصلي أصلا لا يتعب نفسه كما يقول الشيخ بن عثيمين وغيره، فيقول هذا يعني كأنه متلاعب في الدين، فكيف يعني لو تصلي ثم تصوم من غير صلاة ما يصلح. فهذا من أعظم أبواب الخير الذي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، وكذلك يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام في المسجد،
ولا يخرج من المسجد حتى تنتهي الصلاة. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب أجور عظيمة على القيام مع الإمام حتى ينصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. الليل كله يكتب لك من القانتين من القائمين، وأنت قمت ساعة ساعتين ساعة ونصف مع الإمام حتى لو كانت يسيرة، فأنت يكتب لك هذا الأجر العظيم بما أنك قمت مع الإمام حتى ينصرف. هناك أقوال، بعض الناس يقول الإمام يقوم في أول الليل وأنا أريد أن أقيم آخر الليل، فأريد أن أشفع مع الإمام لا أوتر، يعني إذا قام للوتر أشفع معه. فهنا أقوال كثيرة، ويعني أهل العلم يعالجون هذه الأقوال في بعض يعني النصوص التي ترد بذلك، فيقولون يعني لك أن تقوم مع الإمام، فإذا قام إلى الوتر فإنك تنصرف لا تقوم معه. فهذا في الحقيقة لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. ومنهم من قام لا يقوم مع الإمام، وإذا جاء إلى الوتر فإنه يأتي بركعة أخرى، وهذا كذلك لا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يعني يقوم ويوتر مع الإمام ثم يقوم ويأتي بركعة حتى يكون له وتر آخر يعني الليل، وكذلك هذا لا ينطبق عليه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ينبغي على الإنسان أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينطبق عليه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة وأجر قيام ليلة، فيكون يعني قام مع الإمام حتى ينصرف. إذا أراد أن يصلي بعد الوتر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل الوتر، ولكن لا مانع أن يصلي ركعتين 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 حتى الفجر، ولا يعد لا يعد الوتر خلاص. نعم خلاص ما في الوتر مرة واحدة في الليل، لكن يصلي مثنى نعم كما يريد. نعم، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر صلى ركعتين، فلا حرج أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين. إذا أحببت في منزلك مثلاً. إيه نعم، في نفسك، في المسجد، في البيت، يعني أي مكان. صحيح. نعم. فبعد أن توتر مع الإمام أنا أحث الأخوة على أن لا يخرجوا قبل الوتر. ينصرف الإمام. نعم. يقولون والله الإمام يعني صلى في أول الليل وانتهى بدري وأنا ودي أوتر آخر الليل، لا صل مع الإمام حتى ينصرف حتى يكتب لك هذا الأجر. لكن صل في منزلك ركعتين ركعتين كما تريد. نعم، وكذلك تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فإذا يعني حرص الإنسان على هذا الباب واحتسب الأجر بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه داخل يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ ماجر رح نكمل معك أكثر إن شاء الله عن هذه الفضائل العظيمة وهذه أبواب الخير وشكر نعمة رمضان، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا أراجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومشاهدي برنامج رمضان القيم، نكمل هذا اللقاء مع ضيفي الفاضل الشيخ ماجد مسلم الشمري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، وحلقتنا لهذا اليوم عن كيفية شكر واغتنام ما تبقى من هذا الشهر الفضيل. حياكم الله شيخ ماجد من جديد. شيخ ماجد، فعلا نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا ونحثها دائما ونحث أحبتنا مشاهدين الكرام على اغتنام جميع أوقاتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، وهذا الأمر الآن يعني أخص وأكثر وجوب علينا في هذه الأيام والليالي الفاضلة. أولا الوقت شأنه عظيم، وخصوصا في هذا الزمن المبارك وهو رمضان. ولهذا يعني ذكر لنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله رأى فيما يرى النائم لأحد الصحابة، وكانوا أصحاب أسلموا في نفس الوقت واجتهدوا في الطاعات في نفس الوقت، ثم أحدهم كان مجتهد في الطاعة ثم استشهد في سبيل الله، والآخر مات بعده بسنة. فرأى طلحة فيما يرى النائم، رأى إن هذا الذي مات في فراشه بعد الشهيد بسنة خرج خارج من الجنة فناداه وأدخله الجنة، ثم خرج خارج آخر ونادى الشهيد فأدخله الجنة، ثم جاء الثالث وقال لطلحة ارجع لم يؤذن لك، فاستيقظ من النوم وأتى إلى أصحابه وهو يقص عليهم هذه القصة، فاستغرب الصحابة وكان طلحة يستغرب، فقالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره بهذه الرؤية. فعندما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
قال من أي ذلك تعجبون؟ ما الذي جعلكم تتعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا مجتهد في الطاعات وشهيد في سبيل الله وتأخر في الدخول عن صاحبه الذي مات بعده في سنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم يمكث سنة؟ قال نعم. قال ألم يدرك رمضان فصامه؟ انظر إلى هذه اللفظة. قال ألم يدرك رمضان فصامه؟ قال نعم. قالوا بلى. قال ألم يصلي فيها كذا وكذا من الركعات؟ قالوا بلى. فقال والذي نفسي بيده إنما بينهما ما بين السماء والأرض. انظر إلى اللفظ الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يدرك شهر رمضان فصامه؟ فإدراك شهر رمضان نعمة عظيمة، فالذي أنعم الله جل وعلا عليه وأدرك هذا الشهر المبارك فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على اللحظات المباركة ولا يفوت أي لحظة من لحظات رمضان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات أعمال ابن آدم تتضاعف إلى 10 أضعاف، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، إلا الصوم. يقول الله جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به. فتخيل إن الصوم جزاؤه عند من؟ عند الله، عند الكريم، فكيف يكون الجزاء؟ شيء عظيم يعني لا يتخيله الإنسان. كذلك وكذلك إن الإنسان يدرك أن الأيام تمر سريعا. انظر البارحة كنا نهنئ بعضنا بعضا في دخول الشهر، الآن أصبح الشهر يعني يودعنا ويعني يغادر لحظاته الأخيرة. فاللحظات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم. فهذا الزمن الآن يعني يمر سريعا واللحظات تمر سريعا، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه اللحظات. اللحظات والوقت شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني نحن حديثنا عن الاغتنام هذه اللحظات، وتفضلت قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى بأن جعلك تدرك رمضان، هذه نعمة. نعم. يجب عليك أن تشكرها. فالشكر دائما الشكر يكون بالعمل. نعم. بالفعل. نعم. أعظم صور الشكر دائما. نعم. بالطاعة. هو لا شك أن اللحظات. نعم. هذه ينبغي على الإنسان أن يغتنمها يعني يجعلها ممتلئة بالطاعات. لا تمر اللحظة إلا بطاعة. نعم. إلا بنية صالحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعظم الأوقات على شكل العموم، وخصوصا رمضان والعشر، يعني 10 ذي الحجة وغيرها. ولهذا الله سبحانه وتعالى علمنا أنه يعظم الوقت. كيف؟ يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وهو وقت الفجر. نعم. ويقسم الله سبحانه وتعالى بليالي العشر لعظمها. نعم، لعظم. نعم. هذه الأيام العشر وليالي العشر. نعم. وكذلك يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وهو وقت الضحى، فهذا وقت. ويقسم الله سبحانه وتعالى كذلك بالعصر. الله. هذا العصر، يعني هذه الآيات كلها جاءت إيش؟ لم يقسم إلا بعظيم. ما قسم الله سبحانه وتعالى ولم يذكرها في القرآن بهذه الصيغة وبهذا القسم إلا إن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يبين لك إن الوقت شأنه عظيم. ولهذا يقول يعني بعض السلف يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فهذا اليوم لا يذهب إلا بطاعة. ولهذا كان يتحصر السلف على أن يفوت منه النهار دون أن يقترنه بطاعة أو يزداد فيه بعلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول يا ابن آدم إنما أنت أنفاس. صغر الدائرة، هناك يوم الآن أصبحت أنفاس. قال إنما أنت أنفاس، إذا أمر النفس بالانقطاع خلاص انتهى، قامت قيامتك. ولهذا عندما نعلم إن الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر وهو الزمان والدهر، وبعض أهل العلم قال وقت يعني وقت صلاة العصر، فهذا يعني هذه الاختلافات كلها تأتي بمعنى إيش؟ الزمان والوقت. فعلى الإنسان أن يستغرق هذا الوقت بطاعة الرحمن. نعم. نعم، الإنسان لا يستطيع من حين أن يستيقظ. صحيح. إلى أن يقبل على النوم. نعم. أقصد يعني أن يكون كله في الصلاة. صحيح. والقراءة والطاعة ما يستطيع بهذا. صحيح. ولكن هناك شيء اسمه استحضار النية. أن يصير المباحات إلى عبادات. نحن كل يوم يعني نجيب الأغراض حق الأولاد، ها؟ صحيح. ونجيب الأغراض حق البيت ونجلس مع الأهل نعم نجلس مع الأولاد ومع الأهل ومع الأقارب. صحيح. فإذا استحضرنا النية
على إن هذه الأمور التي نشتريها للأولاد العادات. نعم من الخير، وأن يعني نعفهم في الطاعة، وأن تكون عونا لهم على الطاعة، وتحثهم كذلك على القربة، ها نكتسب فيه الأجر. نعم كذلك، والجلوس مع الأولاد كذلك، يعني والجلوس مع الأهل والجلوس مع الأصحاب تحتسب الأجر، أنك تذاكر يعني وتذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الجلوس نعم هو مباح، فيكون يتغير من مباح إلى يعني عبادة. ولهذا يقول السعدي عليه رحمة الله: لا يلومن الإنسان نفسه يوم القيامة أن يضيع لحظات عمره بالأمور المباحات أن لم يصيرها يعني إلى طاعات. فعلى الإنسان دائما يستحضر النية، وخصوصا في هذه اللحظات المباركة وهو شهر رمضان، يستحضر النية في الطاعة، يستحضر النية في قراءة القرآن، يستحضر النية أن يجعل له ختمة أخرى حتى في الليالي يعني اليسيرة هذه. يقول: أجعل لي ختمة، يعني يجدد النية. ومن أعظم ما يفعله الإنسان قبل أن يخرج هذا رمضان يجدد كذلك التوبة مع الله، ويعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يرجع إلى ما كان عليه قبل رمضان من التفريط والتقصير والذنوب وغير ذلك. يكون مجتهد بعد هذا الشهر المبارك. ورمضان هو مدرسة، يعني هي فيها ترويض للنفوس على الطاعة، وتعويد للنفوس على الصلوات والمحافظة عليها، وكذلك التعويد على قراءة القرآن. وكذلك يجتهد بحفظ القرآن، يجتهد بحفظ شيء من القرآن يكون له في صدره. فهذا رمضان وزمن رمضان، نعم نحن في الأيام الأخيرة، ولكن على الإنسان أن يغتنم كل لحظة من لحظات رمضان. نعم، يعني أيضا شيخ ماجد ذكرت قبل قليل أن الإنسان لا يستطيع يعني سبحان الله أن يقوم ليلة كاملة، ونحن الآن في هذه الليلة العشر. لكن يعني لو نختم هذا المحور زكاة خير، تذكير الإنسان يعني بعد صلاة المغرب مثلا يدخل الليل، تعتبر الليل العشر، لو يستغفر الله سبحانه وتعالى فيها من المغرب للعشاء هو جالس مع أهله في بيته، أستغفر الله سبحان الله، لو حتى في قلبه وداخل إن شاء الله تعالى في الذكر وفي العبادة إن شاء الله تعالى. إيه نعم، هو من حين أن يفطر الصائم هو له دعوة مستجابة. صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حين أن يفطر إلى أن يأتي يعني وقت صلاة الفجر، فهذا الوقت كله ينبغي عليه نستغرقه في الطاعة. صحيح. في الاستغفار، في المذاكرة. صحيح. إن كانت له ختمة يعني يقرأ القرآن الكريم. نعم يعني يستمر بذلك، ينزل يصلي مع الإمام يعني القيام. نعم. الآن فإن شاء الله داخل في كل الوقت في ملئه بالطاعات. نعم تعالى. كذلك إن حصل عنده أخطاء بين بعض الآيات أو لم يفهم بعض الآيات، يرجع. صحيح. ويقرأ التفاسير. صحيح. وكذلك يسأل الإمام. صحيح. أو المؤذن أو من يثق بعلمه. صحيح. يتوجه له ويسأله عن هذه الآيات التي مرت عليه ولم يعرف معناها. صحيح. فلأن هذا القرآن إنما هو لأمة محمد أن يقوموا به بالحق ويقرؤوه ويتلوه. صحيح. بالحق، وكذلك يتدبرون آياته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن. نعم. لابد من التدبر في الآيات القرآن. نعم. نعم. شيخ ماجد نكون معك إن شاء الله يعني ما تبقى من هذا اللقاء، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا، وراجع لكم في برنامجكم رمضان القيم، ابقوا معنا. من أعظم النعم التي امتن الله بها على الإنسان أن وفقه لصيام شهر رمضان وأعانه على قراءة القرآن والقيام وإخراج الصدقات وكل أنواع الطاعات. فإن وفق المؤمن لاغتنام هذه الأجواء الإيمانية في شهر رمضان فاتقى الله وعاش التقوى، فتخلى عن السيئات وتحلى بالإيمان، وتجلى لله بالخشوع في شهر رمضان. فإن هذه النعم تستوجب على الإنسان أن يشكر الله، أن يوفقه الله لها. ولكن للأسف قليل من الناس الذي يؤدي شكر نعمة الله تعالى. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالبعض يعتقد أن شكر الله لا يكون إلا على نعم الدنيا، وهذا فهم خاطئ لمفهوم الشكر. فنعمة الهداية أعظم وأجل النعم التي تستوجب الشكر. قال ابن رجب رحمه الله: على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى
تحتاج إلى شكر آخر وهكذا. أبداً فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عنه، كما قيل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وحياكم حياك الله شيخ ماجد من جديد. شيخ ماجد، ما شاء الله تكلمنا عن اغتنام الأوقات الفاضلة وشكر هذه النعمة العظيمة، نعمة أن بلغنا الله سبحانه وتعالى رمضان ونحن في يعني الأيام الأخيرة منه. أيضا شيخ ماجد، بما أننا في الأيام الأخيرة، ودك تتكلم عن يعني زكاة الفطر شيخ ماجد، يعني بعض التنبيهات المفيدة لأحبتنا مسلمين الكرام. زكاة الفطر هي داخلة في مسمى شكر رمضان، داخلة في مسمى لأن زكاة الفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، يقول: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث، وهي طعم كذلك للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة فهي صدقة بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات. فهنا يبين لنا أن هذه الزكاة فريضة واجبة على كل مسلم. شمال من أداها قبل الصلاة هي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي نعم صدقة من الصدقات. نعم. نعم. ولهذا يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كذلك في حديث ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. ويبين لنا أنها فرض واجب على الإنسان أن يؤديها في يعني نهاية رمضان، ويؤديها كما قلنا قبل صلاة العيد، من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العيد. وهذا الوقت يسميه أهل العلم هذا وقت وجوب، ويأتي وقت آخر وهو وقت الاختيار، وكان يفعل فيه يعني به بعض الصحابة، وهو أن يؤديها قبل صلاة العيد أو يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا كان يفعل به يعني يفعل به ابن عمر وغيره، كان يؤدي زكاة يعني الفطر قبل يعني العيد بيوم أو يومين، وهذا وقت كما يقال يعني وقت مخير. أما وقت الوجوب من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة العيد فهذا وقت وجوب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر. مقدار يعني زكاة الفطر هي صاع، من صاع يعني بمقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كثير من الناس يعني من أهل العلم اختلفوا بمقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو كيلوين و75 جرام أو 85 جرام. ولهذا يعني أغلب أهل العلم، وهي كذلك قد أفتت بها يعني اللجنة العلمية للإفتاء، بأن تكون عن كل شخص 3 كيلو، عن كل شخص 3 كيلو، فإن كان في ذلك زيادة يحتسب الأجر إنها صدقة، فيخرج عن كل شخص 3 يعني كيلو. المسألة المستحق لهذه الزكاة، المستحقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، هي طعام للمساكين. إذن المستحق لهذه الزكاة من؟ المساكين، يؤديها لهم قبل يعني صلاة العيد. ومن الحكم أن تؤدى قبل صلاة العيد وفي هذه الأيام، لكي يكون المسكين لا ينشغل بقوت أولاده ويومه في هذا اليوم المبارك ويوم العيد، فيكون عنده قوت أولاده وعنده حاجته، فيفرح بفرح المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن هذا اليوم لا يكون فيه صيام، بل يكون فيه كذلك فرح. هنا مسألة في مسألة زكاة الفطر، وهي كل سنة يبدأ فيها يعني الكلام الكثير والخلاف، وهي هل يخرج قيمة أو يخرج طعام؟ تدفعها نقداً أم تدفعها نعم هل نقداً أم تخرجها طعام؟ وهذا خلاف عظيم يعني يذكر بين أهل العلم، يعني نعم، وكل سنة يعني يتكرر هذا، يتجدد نعم هذا الكلام. ولكن يعني الإجماع على هذه العبادة العظيمة أن يخرجها طعام ولا يخرجها قيمة. ولهذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: ولا تجزئ أن يخرجها قيمة. لماذا؟ يعلل بذلك، يقول: لأن فيها العدول عن النصوص، يعني كأنك تترك النصوص.
ثم الذين قالوا بإخراجها قيمة علماء، والذي قال إخراجها إطعام من؟ النبي. فلا يقدم كلام العلماء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم كذلك يعني كلام من دون النبي حتى الصحابة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بحاجة المسكين، فقال تخرجها إيش؟ طعام، بدل يعني أن تخرجها قيمة. وهذا يعني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله ينقل إجماع الجمهور على هذا الأمر. ثم يقول الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يقول الذي يخرجها قيمة لا تجزئ، وهذا فيه كذلك عدول عن إيش؟ عن النصوص الواضحة البينة القطعية في هذا. ثم يقول إن هذه عبادة من العبادات، ثم يأتي بقاعدة عظيمة ويقول والعبادة مبناها على إيش؟ على المنع، على التوقيف، فلا يجوز تفعل عبادة حتى بنص إلا أن يأتي نص على أن تفعلها أو تتركها. فلهذا يقول العبادة مبناها على المنع، على التوقيف، فلا يجوز أن تتغير العبادة إلا بدليل. فهذه عبادة أن تخرجها إيش؟ إطعام، ولا تخرجها مال. فلهذا على الإنسان أن يحرص على أن يخرجها إطعام للمساكين، والمسكين إن أراد أن يبيع هذا الطعام أو أراد أن يعني يتصرف فيه فهو خلاص يصبح ملكة، وله أن يتصرف يعني في هذا الإطعام وغيره. فعلى الإنسان أن يخرجها يعني طعام. هناك مسألة، هل الحامل تخرج عن الرضيع أو لا، عفوا عن الحمل أو لا تخرج عنه؟ في عثمان رضي الله تعالى عنه قد أفتى بأن يخرج عن يعني هذا الحامل، يخرج عنه إيش؟ هذا يعني الإطعام في قبل يعني صلاة العيد. نعم نعم. إذن شيخ ماجد فعلا استفدنا من هال يعني الحديث الطيب، نقول لك جزاك الله خير شيخ ماجد وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يعني نستمع هذا القول فنتبع أحسنه إن شاء الله. آمين. الله يحفظك يبارك فيك ويجزاك خير أخونا حواس. أنا ودي في لحظة أخيرة نوجد يعني في مسألة صيام الست من شوال بعد رمضان. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. صيام ست من شوال هذه من شكر أن أدركت رمضان. أن أدركت وصمت رمضان، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يصوم الستر يعني شوال لكي يدخل في الأجر العظيم كصيام الدهر، وله أن يصومه متتابع أو متقطع. الله يجزاك خير شيخ ماجد يبارك فيك على هذا الكلام الطيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيضا الشكر موصول لكم محبتنا مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج رمضان القيم، نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله، مع السلامة.